بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك شهر القرآن، هذه رسالة إلينا من القرآن الكريم. أما علمتم أني ما جئتكم إلا لإسعادكم وإدخال البهجة والسرور على قلوبكم، وأعينكم على مواجهة حياتكم حلوها ومرها. أتتركونني في رف من رفوف مكاتبكم وتهجرونني كل هذا الهجر؟ أتظنون أني ما أنزلت إلا لتنسج العنكبوت علي خيوطها؟ أكلما وضعتموني بين أيديكم إن فعلتم لا يصير نصيبي منكم سوى نفس من حناجركم. أتسمعون آياتي تتلى عليكم ولا تنصتون؟ أتدرون ما سأقول لربكم غدا حين نلتقي معا في عرسات القيامة؟ سارعوا وبادروا وتدبروا آياتي واعملوا بأوامري وانتهوا عن نهي لأكون لكم لا عليكم حجة.